اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم تأملات انسانيه. احنا خلاص قربنا نخلص السيزون اللي كان مميز جدا جدا جدا، لان احنا اتكلمنا فيه بعنوان عمار يا مصر، وتناولنا فيه الكثير من النماذج الايجابيه الملهمه. اسمحوا لي في البدايه ارحب بالزميلتين العزيزتين اللي منورينا في الاستوديو، الزميله ايمان المصري، اهلا بيك يا ايمان، اهلا بيتجدد بيك دايما يا اخويا. اللقاء بيك معاكي، وبكون سعيد جدا بوجودك وبحسس باطمئنان وانت قاعده جنبي كده، اهلا انا بيكي. اسعد وطبعا سعيده بوجودي معاك دايما في برنامج تأملات انسانيه. اهلا بيك، اهلا بيك، وارحب بالنجمه الجميله ربنا يعني يخليك اللي يا نورتني. فندم. احنا يمكن يا ساره بنرتب لانضمامك لفريق العمل بقالنا اوه شهور بقالنا شويه. شهور، شفت اخيرا وكان استقرينا ليا لارض الشرف، الواقع. ليا ربنا الشرف يخليك والله، يا وانت محمد، فعلا تسلم. زميله محترمه وزميله تتمتعي بقدر مميز من المهنيه، وانا ميرسي ليا يا الشرف ان محمد، انت نضبطي فريق العمل ميرسي يا النهارده. محمد، ربنا يخليك. وانا سعيده برضو ان انا انضميت ليكم النهارده، واهلا بيك يا امان، اهلا واهلا بيك بيك يا محمد، منور طيب يا اسمحوا صاحبي. لنا بقى نبدا حلقتنا النهارده مع زميلتي ساره ابو طالب. ان شاء الله الدخله دي ليا بقى. خلينا متفقين ان احنا زمان كان عندنا ظواهر سلبيه في المجتمع، وما زالت الظواهر دي موجوده، بس للاسف الايام دي الظواهر السلبيه تكاثرت وبقت ملموسه بعض الشيء بطريقه واصله لمرحله الفجه في استخدام العوارض السلبيه، كانها اصبحت ملازمه لحياتنا او بقت ملازمه للاشخاص، وبقت حق مكتسب والتصاق فردي. من الظواهر دي او الظواهر اللي احنا هنعرضها النهارده باختصار التنمر. التنمر متعدد، في تنمر لفظي، في تنمر إلكتروني، في تنمر اجتماعي. التنمر اللفظي بيبقى عن طريق تقليل شأن الآخرين، السخرية وهكذا. لكن الإلكتروني بقى اللي هو طبعا مداه السوشيال ميديا حاليا، هو الابتزاز، الاستبداد، التشويه، نشر الأكاذيب والشائعات وهكذا. الاجتماعي طبعا ممكن مجموعة أفراد يوصلوا فرد معين أو أفراد معينة إن هم يقاطعوا أشخاص معينة أو مؤسسة معينة، دي بتبقى حاجة زي تشويه سمعة الآخرين ونشر شائعات كاذبة مغلوطة. كل ده بيقع تحت بند التنمر. عندنا ظواهر تانية سلبية في المجتمع برضو ظهرت، وظهرت بطريقة فوق العادي، زي الغش. الغش التجاري بيبقى عن طريق البيع والشراء، الغش في المعاملات، وحط 100 خط تحت الغش في المعاملات. الغش في المعاملات بقى خد عندك خيانة، خد عندك فشل، هروب من الواقع، نفاق، عدم وفاء، غدر، كل ده تحت بند الغش. الشخص اللي بيكون عنده نفاق اجتماعي بيكون بنصنفه ان هو عنده شيء من عدم المصداقية، عنده بيوفر ان هو عنده جدعنة او عنده صدق او عنده لين، وهو في بطنه غير كده نهائي. طيب اسمحوا لنا بقى يعني نسمع يعني مقدمة عن ضيف حلقتنا النهاردة، وهو ضيف مميز جدا من زميلتي العزيزة إيمان المصري. تمام. هو طبعا وسط الظواهر السلبية الكتيرة اللي ذكرتها زميلتي سارة، احنا بنلاقي ان في بارقة امل بتظهر لينا، وهي اقاويل وبعض نصائح كتيرة جدا، وطبعا يعني علم كتير قوي قوي نشره وسطنا ضيف حلقة النهاردة. هو شخصية حفرت يعني بكل علمها وأسلوبها الصادق البسيط، حفرت في قلوبنا كتير جدا جدا، وأثرت فينا وفي شبابنا وفي ناس حتى كبار السن وفي الأطفال بكلامه الصادق وكل رسائله اللي كانت حقيقي احنا محتاجينها جدا علشان نقدر نواجه حياتنا ونواجه كل الظواهر السلبية دي. اتعلم منه ناس كتير قوي، اتعلمنا ازاي ان احنا نقف على رجلينا من تاني، اتعلمنا ازاي ان الشخص المحبط يقدر يلاقي الامل من تاني، اتعلمنا كمان ان الشخص السلبي ده او اللي بيقوم باسلوب او سلوك سلبي ازاي ان هو ممكن يغير من سلوكه ويكون مقبول اجتماعيا اكتر واكتر.
طبعا ضيف حلقة النهاردة شخصية مميزة جدا وحفرت نفسها في التاريخ أعتقد إلى يعني طول العمر مش هنقدر ننساه أبدا ولا ننسى ذكره، لأنه رسائله موجودة دلوقتي يعني بنشوفها على طول في السوشيال ميديا، نلاقي كتير قوي حاجات نازلة من كلماته. ممكن يعني هو رب أجيال وأجيال كتير بتتبع نهجه وخطاه وبتردد نفس كلامه. وطبعا الشخصية دي كمان اخترعت علم خاص بيها، يعني هو كمان ألف علم ووثقه في اتنين من العلوم اتنين وسجل من باسمه. العلوم فعلا. وهو مثلا على سبيل المثال علم قوة الطاقة البشرية، والعلم الآخر اللي هو علم ديناميكية التكيف العصبي. كمان هو من الشخصيات اللي عملت طفرة شديدة جدا جدا في مجتمعنا المصري، بل على مستوى الوطن العربي كله، لأنه هو اللي رسخ لعلم التنمية البشرية في مصر في وقت كنا فعلا محتاجينه، ولازلنا طبعا. علم الـ Human Development بقى دلوقتي علمه يدرس في مصر وفي العالم العربي، وفي ناس كتيرة دلوقتي بتحاول إنها تتبع خطى الضيف بتاعنا. يا ترى عرفناه بقى يا محمد؟ ضيفنا وضيفكم النهاردة هو نموذج ملهم بمعنى الكلمة، لأنه استطاع في فترة وجيزة أنه يأثر ويترك بصمة كبيرة ويأثر في عدد كبير جدا من الأشخاص في الوطن العربي على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم وتعليمهم وأنواعهم. أثر في رجال وفي سيدات وفي شباب وحتى في الأطفال. ضيفنا النهاردة للأسف الشديد مش هيكون موجود معانا في الاستوديو ضيفنا النهارده للاسف الشديد مش هيكون معانا في الاستوديو لانه توفى من 6 سنوات من 8 سنوات سنه 2012. ضيفنا وضيفكم ضيف الحلقه النهارده هو الدكتور ابراهيم الفقي، رائد التنميه البشريه في الوطن العربي. واسمحوا لي ارسيه ببعض الكلمات، لان انا يعني كان ليا الشرف ان انا تتلمذت على ايده، واحنا كنا عاملين فريق تنميه بشريه اسمه طريق النور ايام الجامعه، فكنا بننظم له بعض الفعاليات يعني التطوعيه اللي هو كان بيدعم الشباب بيها في الجامعات، في جامعه القاهره وعين شمس وجامعه حلوان. ضيفنا النهارده اقدر اقول له اشتقت اليه بحجم استحاله عودتك الى الحياه، مرت سنوات وشهور ولا زلت أتخيل أن وفاتك مجرد حلم وأنك على قيد الحياة. أتذكرك فأبتسم مرة وأبكي مرات ومرات ومرات. رحمك الله يا دكتور إبراهيم الفقي، تفاصيل وجهك الطيب، ضحكتك، أيامك، أفعالك، أقوالك، خفة ظلك وجمال الوقت معاك. توسدت التراب ولكنك ستظل حيا باقيا في قلبي. ضيفنا وضيفكم ضيف الحلقة النهاردة الدكتور إبراهيم الفقي. طبعا ربنا يرحمه. ولو اتكلمنا عن الدكتور إبراهيم الفقي وعن سيرته الذاتية هنلاقيها يعني غنية كتير جدا جدا. الدكتور إبراهيم الفقي من الشخصيات اللي فعليا نقدر نقول انها ابتدت من الصفر. هو ولد في الإسكندرية، وكمان يعني عمل في وظيفة في أوتيل اسمه أو فندق يسمى فندق فلسطين. الفندق ده هو تدرج فيه في العمل لغاية ما وصل لأنه مسك مدير فرع أو إحدى فروع هذه الفنادق. طبعا شخصية زي دي أكيد يعني بعد ما مر بيه فكرة أنه يشتغل في فندق في مصر وكسب كتير معلومات خاصة بأنه يشتغل في مجال الفندقة، حب أنه يطور من نفسه. وإحنا عارفين قد إيه هو شخصية طموحة وتحدى كل الصعاب، ولجأ لأنه هو كمان يسافر بره أو يهاجر بره، وتطورت مسيرة حياته بشكل كبير جدا في الخارج. طبعا لو اتكلمنا عنها بالتفصيل هنقعد حلقات كتيرة، ولكن انا حابة ان انا انوه عن حاجة مهمة قوي، وهو علاقته بزوجته السيدة امال عطية كانت قوية جدا جدا، وكان شخصية تحملته في كل المصاعب، وبالتالي كان في كل موقف لازم بيطلع او يعني رسائل يقولها كان لازم يطلع يشيد بدور زوجته معاه اللي تحملته وقت ما كان معهوش اي مليم. يعني سافرت معاه وهو بدون اي فلوس تماما، ومع ذلك فضلت هي تدعمه للاخر.
وكان دائم الذكر ليها بتالي ويفخر بيها دايما كان بيفخر بيها فعلا، مش زي الايام دي مثلا الراجل ما يحبش ينادي على مراته او يقول الجماعه يقول او يشيد بمجهوداتها او طموحاتها. فعلا هو فعليا كمان رسخ لكتير من المعلومات ونصائح اللي تخلي الناس تقدر انها يعني تعيش حياه اجتماعيه وزوجيه جيده جدا مع زوجته. وطبعا في برضه معلومات ونصايح كتير ممكن تتقال في هذا المجال، ولكن يعني محتاجة حلقات وحلقات. من باقي سيرته الذاتية طبعا رحمه الله ان هو كان بيحب رياضة جدا، كان من محبي ومشجعي رياضة بشكل كبير جدا، بتاخد تقريبا حيز رائع من حياته، وكان بينصح بيها كل الأجيال تقريبا اللي كانوا بيحضروا له سواء محاضرات أو كورسات. دايما أوضح أن الدكتور إبراهيم الفقي أن الرياضة تجعل الإنسان قادر على هضم المعلومات بشكل أكبر. طبعا ده يعني توصيف أو تحصيل جميل منه لتوصيف الرياضة، لوصف الرياضة. حصل إبراهيم الفقي، دكتور إبراهيم الفقي، على بطولة مصر في تنس الطاولة في ألمانيا سنة 1969. وكان بطل مصر أربع كده، سافر يمثل المنتخب. يمثل المنتخب في سنة 1969 في ألمانيا. طبعا كان بيحب وكان بيشجع على رياضة اليوجا، أو هو حتى كان بيقول إن في ممكن تمارين بسيطة تطلع الإنسان من المود. رياضة المشي مثلا، رياضة اللي هو لو انت قاعد اخدت شهيق وزفير لمدة مثلا 5 مرات هتطلع من جو الاكتئاب، او هتبقى مفيش استرس، هتقلل. وكان حتى بيفرفش القعدة، خد شهيق وطلعه واعمل ايدك كده، كان ليه حاجات كده بالظبط، حاجات ممتعة جدا بشكل بيقول الفكاهة، بيقول لك بتزود الفهم وبت حقيقي يا محمد، وبشكل كان بيقولها بشكل مبسط عام راقي يعني الواحد يفهمه، اقل شخص ممكن يفهمه بسهولة. طبعا رياضة مهمة، يعني انا كسارة احب ان انا مثلا امشي، في انسان تاني يحب مثلا يلعب زومبا، في فتنس، في اي ايروبكس، اهم حاجه ان انت تطلع طاقتك اللي جواك عن طريق الرياضه، هتطلع من المود، هتقلل من الاكتئاب، لان الاكتئاب حاليا في مصر دلوقتي، ومش في مصر بس، في العالم كله، في العالم كله، في العالم كله صحيح. ويمكن كمان يعني حاجه مميزه ساره في شخصيه الدكتور ابراهيم الفقي، ان هو بعد ما وصل لنجاح في مصر في بلده، وبعد ما تزوج شخصية قيمة زي السيدة أمال، يعني برضو ما زال الشغف وما زال حلمه يطارده، اللي هو يكون مدير في أكبر فندق أو فندق من أكبر الفنادق على مستوى العالم. صحيح. فما زال حلمه يطارده، وبعد ما وصل للمكانة دي هو كان عنده رؤية بعيدة المدى. وزي ما بقول وبكرر دايما، أحد عناوين مقالاتي بقول فيه وضوح الرؤية أهم أسباب النجاح. صحيح. فدكتور إبراهيم الفقي كان عنده رؤية واضحة، وكان عارف إن هو وصل لنجاح هنا في مصر. وبرضو بقول تاني، الناجح الحقيقي يؤمن أن فوق كل قمة يعتليها قمة أخرى يسعى إليها. صحيح. فبعد ما وصل لمكانة متميزة في مصر قال لك لا، أنا هبدأ أهاجر لكندا عشان أدرس الإدارة، وعشان أحقق حلمي اللي كنت بسعى ليه، وأبقى مدير أكبر فندق أو فندق من أكبر الفنادق على مستوى العالم. طب إيمان، عايزين نسمع بعض المقولات. أنا كنت شايف الإعداد مجهزة حاجات قيمة للدكتور إبراهيم الفقي. هو طبعا ليه مقولات كتيرة لا تعد يعني ولا تحصى، ولكن حبينا النهاردة نستعرض معاكم مجموعة من المقولات. يعني أنا مثلا شخصيا عجبت بمقولة بتقول يوم واحد بإمكانه تغيير كل شيء، لذا ابتسم. يعني يوم واحد ممكن يغير كل حاجة في حياتنا. فعلا احنا ملاحظين انه ممكن يعني انام وانا زعلان ومحبط وشايف مفيش امل في حياتي ابدا، ولكن يوم واحد ممكن يغير كل حاجة، فياريت نفضل متمسكين بالامل. كمان في مقولة تانية بتقول الفشل يصيب الذين يعتقدون دائما، يقعدون دائما وينتظرون النجاح ان يأتي. دي برضو الاثنين دول انا بحس انهم مرتبطين ببعض جدا، ومشابهين لمقولة انجليزية بتقول don't count the days, let the days count. يعني ما نقعدش كده نعد في ايامنا ونحسبها،
لا يا ريت ان احنا نخلي كل يوم لينا ليه قيمة مختلفة عن اليوم اللي قبله وكمان عن اليوم اللي بعده. دي واحدة من المقولات، واكيد في مقولات اخرى طبعا برضو. يعني لم يرحل دكتور ابراهيم الفقي عن العالم الا بعد ان ترك وراءه انتاجا ضخما من الكتب والاقاويل والحكم والتسجيلات. من ضمن الاقاويل اللي قراتها وعجبتني، هي طويله شويه بس بجد معبره عن نفسها، انت لست العنوان الذي اعطيته لنفسك او اعطاه لك الاخرون، انت لست الاكتئاب أو قلق أو إحباط أو توتر أو فشل، أنت لست سنك أو وزنك أو شكلك أو حجمك أو وزنك، أنت لست الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل، أنت أفضل مخلوق خلقه الله عز وجل. الله الله. أي إنسان في الدنيا حقق شيء يمكنك أيضا أن تحققه بل وتتفوق عليه بإذن الله تعالى. وتذكر دائما أن الليل هو بداية النهار، والشتاء هو بداية الصيف، والألم هو بداية الراحة، والتحديات هي بداية الخير، والتفاؤل بالخير هو بداية القوة الذاتية. الله من الله. اجمل من اروع الاقوال مش فعلا، قصيره ولكنها من اروع. طب احنا عايزين بس استاذ صالح يجهز لنا الفيديو بتاع الفاصل قبل ما نخلص المقولات اللي هنقولها. ويمكن اخر تويته سجلها على تويتر قال لك ايه، ابتعد عن الاشخاص الذين يحاولون التقليل من طموحاتك. ابتعد عن الاشخاص الذين يحاولون التقليل من طموحاتك، بينما الناس العظماء هم الذين يشعرونك أنك باستطاعتك أن تصبح صحيح. واحدا منهم. والمقولة دي أنا يعني صراحة رغم أن هي آخر تويتة، بس صراحة أنا أول مرة أقراها امبارح وانبهرت بيها جدا، لأن أنا ليا مقولة يمكن كل زمايلي اللي موجودين في الاستوديو حتى اللي موجودين في استراحة عارفينها. أنا بقول دايما الناجح عادة يدعم الناجحين، لأنه يؤمن أن أي نجاح لأي فرد هو نجاح للتجربة الإنسانية بأكملها على سطح ذلك الكوكب. معنا مقولات تانية دكتور ابراهيم. تمام، في طبعا مقولة حلوة جدا انا نفسي مؤمنة بها قوي، هي بتقول كن بسيطا تكن اجمل، عش كما انت ولا تتصنع شخصيات من اجل احدهم، فمن لا يعجبه ذاتك لا يستحقك. وانا شايفة ان دي فعلا من اجمل المقولات اللي اتقالت. انا عايز اختم بقى مقولاتي بواحدة اخيرة بتقول، دي برضو من الحاجات اللي أنا مؤمنة بيها، إذا رأيت من تحب فابتسم فسيشعر بحبك، وإذا رأيت عدوك ابتسم سيشعر بقوتك، وإذا رأيت من تركك ابتسم سيشعر بندمك، وإذا رأيت من لا تعرفه ابتسم وذلك للأجر والثواب. طبعا دي يعني مقولة شملت كل شيء، فيها أجر وثواب، فيها ثقة في النفس، بتعلمنا كل الأخلاقيات صحيح. تقريبا. وفي الآخر يعني أجمل حاجة إن إحنا دايما نختم أيامنا كلها بابتسامة، وحتى الابتسامة بيقولوا بوابتك إلى القلوب، القلوب الابتسامة بالضبط. فعلا يعني اسمحوا لي أختم الفقرة الأولى القيمة المميزة مع الزميلتين الرائعتين اللي معانا بمقولة برضو قالها دكتور إبراهيم الفيه، قال لك عش كل لحظة كأنها آخر لحظة، عش بحبك لله عز وجل، عش بالتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، عش بالأمل، عش بالكفاح، عش بالصبر، عش بالحب، وقدر قيمة الحياة. اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع لكم نستكمل السيرة الذاتية للنموذج الملهم ذو الطابع الخاص الدكتور إبراهيم الفقي عليه رحمة الله. في دراسة تم نشرها على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التخطيط بعنوان تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي المصري، الدراسة توقعت أن حركة السياحة تنخفض بنسبة 100% لو استمر انتشار الفيروس بنسبة كبيرة،
ولكن الحمد لله حاليا بدأت نسبة الإصابات تقل جدا، وبنتمنى الشفاء لكل مصاب إن شاء الله والأمور ترجع تستقر. الحمد لله حاليا حصل انفراجة نسبية، وده خبر مبشر لينا كلنا وخصوصا للعاملين في مجال السياحة، لأن المجال السياحة والاقتصاد اتضرروا بشكل كبير جدا بسبب أزمة فيروس كورونا، لأن المجال السياحي بيساهم في خلق فرص عمل بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة لعدد كبير جدا من العاملين في مجال السياحة. فعدد العاملين في مجال السياحة بيقدر حوالي 3 مليون شخص، وده بيمثل حوالي 10% من القوى العاملة بحسب الدراسة. حبينا ننزل على أرض الواقع، وخصوصا من أحد الشركات السياحية العاملة في السياحة الداخلية والسياحة الخارجية، عشان نعرف أكتر عن موضوع حلقتنا النهاردة. واحنا النهارده في شركه جاسبر للسياحه برحب باستاذه نورهان نجيب النجار، مدير شركه جاسبر للسياحه. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. حابين نعرف من حضرتك وضع السياحه ماشي ازاي، خصوصا الاجراءات الاحترازيه للحفاظ على صحه المواطنين والسياح، خصوصا ان لحد دلوقتي لسه نسبه الكورونا ما انتهتش بشكل كلي. هي السياحه في اول الكوفيد كانت وقفت بشكل كبير قوي، بعد كمان قفل المطارات، فحتى السياحه الداخليه كانت وقفت لحد كبير. لكن الوزارة ابتدت أول ما فتحوا 25% للفنادق، فابتدت الدنيا ترجع أحسن، وكان في إجراءات للأوتيلات مشددة، إن هم حتى البوفيهات كانت وقفت، كانوا بيشتغلوا سات مينيوز، كان في إجراءات مشددة على تنظيف الغرف بطريقة مختلفة بآليات مختلفة. وحتى دلوقتي البوفيهات رجعت مثلا في الأوتيل، بس بقى دلوقتي في اللي هو يعني لازم في شيف واقف بيوزع الأكل، لازم الأوض بتتنظف بطريقة معينة، فواخدين اجراءات مختلفه تماما عشان يطمنوا حتى السياح المصريين او يعني السياحه الداخليه ترجع تشتغل تاني. وهي اوريدي رجعت بشكل كبير قوي في خلال شهر 8 ومن اول نص 7، يعني الترافيك احسن بكتير من الاول. بالنسبه للسياحه الخارجيه هل رجعت ولا لسه؟ هي السياحه الخارجيه دلوقتي في كلام بس عن التشارترز، ان التشارترات اللي هي بتنزل البحر الاحمر عموما، خط البحر الاحمر كله ابتدت ترجع، وابتدى في حاجات محجوزه لسبتمبر واكتوبر. طيب الترويج للسياحه بيكون مهم جدا، ايه الاليات اللي ممكن شركات السياحه تتخذها علشان الترويج للسياحه الداخليه؟ هو مؤخرا كل يعني نعتبر كل شركات السياحه مركزه جدا مجهود رهيب على السياحه الداخليه، يعني بنعمل عروض كويسه قوي، بتنشر على فيسبوك، بتنشر على وسائل اعلام مختلفه عشان ده يشجع السائح المصري، بننشر حتى الاجراءات الاحترازيه عشان يطمنوا طبعا، عشان يطمنوا ويقدروا يسافروا. وهي الاوتيلات فعلا ملتزمه بنسبه كبيره جدا بالاجراءات وكل حاجه فرضتها الوزاره والغرفه وكده عشان تحسن السياحه الداخليه، لان اوريدي في اوتيلات كتير بخلصها ال 50% بتاعهم. اتمنى ان شاء الله ان الامور تستقر في اقرب وقت وكل حاجه ترجع زي الاول واحسن. أستاذة نورهان، بمناسبة السياحة الداخلية كنت حابة أعرف من حضرتك رحلات الأقصر وأسوان هل رجعت تاني ولا لسه متوقفة، وإيه الإجراءات اللي المفروض تحصل؟ هي لحد دلوقتي لسه متوقفة، متوقعين إنها ترجع إن شاء الله على أول 10، تبتدي برحلات طبعا مش بكامل قوات المراكب ومش بكامل عدد المراكب اللي كانت شغالة، لكن متوقعين إنها تبتدي تشتغل على أول 10، مع إنه يبتدي يرجع نسبة من السياحة اللي هي بتجيلنا من الأجانب يعني. فده ممكن يبتدي يخلي فيه حركه من اول شهر 10، لكن المتوقع ان شاء الله على نص السنه تكون اشتغلت، وده كان البيك سيزون بتاعها بالنسبه للمصريين، يعني كان اكبر عدد مصريين بيسافر دايما في على راس السنه وفي نص السنه، ده كان اكبر عدد بنسفره مصريين كل سنه للرحلات اللي جايه. فان شاء الله هي ترجع تشتغل اول 10 ونشوف كده ان شاء الله، يعني ربنا يسهل ان شاء الله. طيب كنت عايزه اعرف من حضرتك اجراءات استخراج التاشيرات وهل بقت اصعب من الاول ولا لا؟ هو دلوقتي التأشيرات بتاعة السياحة متوقفة في تقريبا كل الدول الأوروبية وحتى سفارة أمريكا كمان، كندا، كل تعتبر أغلبية الدول واقفة التأشيرات، لكن فاتحين تأشيرات العمل، فاتحين تأشيرات الإديوكيشن، الناس اللي عندها دراسة برة، أولادها بيدرسوا برة بيقدروا يسافروا، الناس اللي عندها شغل برة، الناس اللي عندها إقامات، هم دول مسموح لهم بالسفر، لأن هو الطيران أوريدي رجع يشتغل تاني بشكل كويس. لكن اللي بيقدروا اللي كانوا بيسافروا بفيز السياحه لسه ما اتفتحتش، بس متوقع ان شاء الله هتفتح على اول 9. الاجراء اللي هيزيد على اجراءات استخراج التاشيره هيبقى طبعا تحليل بي سي ار لحد دلوقتي، متوقعين انه لما يظهر الفاكسين ويبتدي يتفعل برضه هيبقى الفاكسين ريكوايرد للسفر بره مصر.
فهي مش هتبقى اصعب، هي بس هيزيد عليها شويه حاجات للوقايه من الفيروس، وده امان للي بيسافر وامان للبلاد عشان تقدر تفتح وترجع تستقبل السياحه تاني بشكل منتظم. في ناس كتير طبعا دي حاجه مهمه جدا حابين يعرفوا، العمره هترجع تاني في فتره قريبه ولا لسه قدامنا شويه وقت برضو؟ والله هي العمره ابتدينا برضو نسمع من الوزاره ونسمع من السعوديه ان هي ان شاء الله هتفتح قريب، بس لسه محدش عنده تاريخ، لانه احنا بينزل ضوابط العمره من السعوديه الاول، وبعدين تنزل عندنا من الوزاره هنا وزاره السياحه، عشان هي دي الضوابط اللي بنشتغل عليها الموسم، كل الشركات تلتزم بالضوابط وتشتغل عليها. فهي لسه الضوابط ما نزلتش، بس متوقع ان شاء الله يمكن الناس تلحق عمره مولد النبي. يعني هي كل الناس بتسال على العمره، وهي السعوديه كمان بتعد نفسها انها تفتح، يعني بتحاول على قد ما تقدر تاخد كل الاجراءات الاحترازيه في الحرمين عشان ان شاء الله تفتح قريب. فيعني نأمل ان شاء الله على اول 10 كده تكون الدنيا استقرت كتير، سواء بالنسبه ليوروب او بالنسبه للعمره، والناس تقدر ترجع تسافر تاني زي الاول ان شاء الله. استاذه نوران كنا مبسوطين جدا مع حضرتك النهارده. ميرسي، انت نورتيني. ميرسي، شكرا. أعزائي المشاهدين في تقرير جديد من تقارير برنامجنا تأملات إنسانية. معانا النهاردة عميد دكتور شريف أبو العنين، رئيس قسم شرطة تأمين الأفواج السياحية بالدلتا. أهلا بحضرتك يا فندم، حضرتك منورنا. خلينا نبدأ نتكلم إن الحياة ابتدت ترجع لطبيعتها تاني بعد ظهور فيروس كورونا، فهل مع عودة الحياة لطبيعتها حركة السياحة ابتدت تتدفق بشكل طبيعي في مصر ولا لأ؟ الحمد لله الفترة احنا يمكن بقى لنا حوالي 4-5 شهور كانت السياحة متوقفة تماما، لازم نكون صراحة مع نفسنا. يمكن هو آخر شهر بس اللي فات ده من بدأ تخفيف الإجراءات شوية، فبدأت الحياة تعود، بس يعني حاجة بسيطة، بقت مجموعات بسيطة، الجنسيات قليلة، إنما لسه طبعا ما عادتش مقاومها الكبير اللي كان موجود قبل كده. هل حضرتك شايف معدل السياحة الطبيعي ممكن يرجع لمصر في خلال وقت قد إيه؟ هو لازم نكون صراحة برضو مع نفسنا ان احنا مرتبطين بانتشار المرض، هل هو هيتوقف، هل هو في، انا اعتقد يعني مع المؤشرات الموجودة انه في علاج بدأ ينزل في السوق توصلت لي بعض الدول، يعني فده هيساهم كتير ان الموجة بتاعة المرض تنحصر. فانا اعتقد مع شوية المؤشرات الموجودة دي ان هترجع سياحة ان شاء الله خلال فترة قليلة، يعني من 6-8 شهور هترجع لطبيعتها بالمقاومة اللي كان موجود قبل كده ان شاء الله، مع انحسار المرض باذن الله ان شاء الله. ايه اهم المخاوف اللي بيستشعرها السياح، وازاي ممكن نوصل ليهم رسالة طمأنة للعالم حتى كله؟ هو طبيعي اي سائح بيجي سواء عربي او اجنبي بيبقى متخوف من حالة المرض والوباء اللي هو منتشر في العالم كله، خلال السوشيال ميديا، من خلال خايف من اجراءات التعقيم مش كويسة. احنا ممكن نقضي على المخاوف دي بان احنا ننشر اكثر رسالة طمأنين، نطمن الناس ان الحاجه دي موجوده في الدول كلها مش عندنا بس، احنا بنحاول نقاومها قدر الامكان، بناخد كل اجراءات التعقيم بتاعتنا والاجراءات الاحترازيه ومراعاه التباعد الاجتماعي في كل المجالات السياحيه، بحيث ان احنا نطمنهم ونوصل لهم رساله تكون كويسه وهم يكونوا مطمنين ويقدروا يجوا في اي وقت. بالظبط، ده يعني ده فيروس عالمي، دي موجه عالميه احنا ملناش دعوه بيها. ايه اهم الاجراءات الاحترازيه اللي بتراعيها شرطه السياحه للحفاظ على صحه وامان السياح في مصر؟ هو الصراحه كان في خطوه كويسه الحكومه قامت بيها ان هي حطت خريطه، يمكن وزاره السياحه عملت شويه اشتراطات مهمه جدا في تعامل المجموعات السياحيه في المناطق السياحيه وفي المتاحف، واناطت بشرطه السياحه ان هي لازم تراقب الاجراءات دي تنفذ. يعني مثلا على سبيل المثال كان قبل كده في الاوتوبيس السياحي بياخد 50 سائح، دلوقتي لا، لازم على الاقل كده 25، حد الاقصى 25، بحيث انك تبقى السائح قاعد في كرسي قدامه مفيش حد، على شماله مفيش حد، ورا مفيش حد، بحيث يبقى مطبق قواعد التباعد الاجتماعي اللي هي بتخلي السائح مطمن. وبرضه في حاجات تانية زي دخول المتاحف في المناطق الأثرية، دلوقتي ممنوع منع بات إن يدخل أي منطقة أو متحف أو كمان سواء حتى لو كان موظف أو مصري أو أجنبي، لازم يكون لابس الكمامة، لازم يكون في إجراءات تعقيم ومواد تعقيم في الدخول، عشان تخش المتحف لازم تعقم بإيديك الأول تاخد إجراءات التعقيم. الاماكن برضو اللي هي في المتاحف اللي يكون فيها ضغط شويه او تكدس شويه برضو في اجراءات تنظيميه ليها، ما ندخلش مثلا المجموعه كلها، احنا ندخل نص المجموعه شويه لغايه ما خلصت المكان اللي هو ضيق شويه، خلصوا الزياره بتاعتهم ننتقلوا لمكان تاني ابدا ادخل مجموعه تانيه. اوكي، طبعا الاجراءات دي مهمه جدا
ودي جراءات وقائيه ودي متعارف عليها وبتنفذ بكل شده طبعا، لان دي في الاخر ده صالح لينا كلنا ووقايه للجميع، للسائح وللمواطنين وللموظفين حتى في المنظومه الصحيه. شكرا لحضرتك سياده العميد، حضرتك مشرفتنا في تاملات انسانيه. في نهاية تقريرنا نتمنى ندعو كل السياح حول العالم ان هم ييجوا يقضوا الاجازة بتاعتهم في مصر، ونتمنى لكل السياح المتواجدين حاليا في مصر الاستمتاع بالاجازة في بلدنا، بلد الامن والامان مصر. كانت معكم يارا ابو العينين من تأملات انسانية. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، ولسه معاكم بنتكلم تحت عنوان نموذج ملهم من نوع خاص. واسمحوا لي في البداية أجدد الترحيب بالزميلتين الجميل جدا اللي يعزوا عليا جدا، الزميلة العزيزة ندى أشرف. أهلا بيك يا ندى. أنا أهلا بحضرتك، أنا سعيدة بمشاركتي مرة تانية في الموسم الخامس من تأملات إنسانية، يعني والموسم خلاص بيخلص، الجمعة الجاية آخر حلقة إن شاء الله، وان شاء الله الموسم الجاي هيكون اقوى من كده بكتير باذن الله. واحنا دايما بنحاول ان احنا كل مره يبقى في استباب وبنتحسن من احسن لاحسن طبعا. ورحب بالنجمه الجميله اللي جايه بنيو لوك النهارده يسرى فايد. اهلا وسهلا بيك يا يسرى، منوره الدنيا. اهلا بيك يا محمد، والله انا مبسوطه جدا اني طالعه للمره الثانيه في برنامج تأملات إنسانية، وخصوصا اني معاك، ده شرف لينا. شرف لينا والله يا يسرى. وبعد احنا بنرحب بسيادة العميد، منورنا كمان النهارده والدك في الاستراحة. اهلا وسهلا. ميرسي يا محمد، الله يخليك. كنا اتكلمنا في الفقرة الاولى عن دكتور ابراهيم الفقي في المرحلة الاولى من حياته وهو في اسكندرية، ودراسته وشغله في فندق فلسطين، وعلاقته بزوجته، واتكلمنا عن ممارسته للرياضة وان هو كان بطل رياضي، حتى هجرته الى كندا. هنكمل معاكم في الفقرة دي رحلة كفاح دكتور إبراهيم الفقي بداية من وصوله إلى كندا. اسمحوا لنا نبدأ حديثنا معاكم مع زميلتي يسرى فايد. الحقيقة زي ما قال محمد زميلي في الفقرة الأولى، إن ما كانش سهل خالص على دكتور إبراهيم الفقي إن هو يسافر أو يهاجر لكندا، وخصوصا إن كانت بداية حياته المهنية في المجتمع الكندي. ودكتور إبراهيم الفقي ذو مؤهل عالي وبطل رياضي، وكان صاحب مركز إداري أو إداري في فندق شهير بالأسكندرية، وخصوصا الأصعب إن هو كان في كندا أول وظيفة ليه وظيفة بسيطة ومتواضعة جدا، وهي غسيل الصحون، ودي الوظيفة بالضبط اللي دكتور إبراهيم الفقي بدأ فيها في أول حياته في كندا. ومش بس كده يا يسرى، كمان دكتور إبراهيم الفقي اشتغل في بدايته كشيال، وده يخلينا نشوف انه شخصية عظيمة زي دكتور ابراهيم الفقي ازاي حياته بدأت بداية بسيطة جدا، على عكس معظم الشباب حاليا بيعتمدوا معظم الوقت على اهاليهم او بيبقوا مستنيين فرصة الشغل تجيلهم لحد عندهم، وده اكيد مش بيحصل يعني. وكمان في شباب بيكونوا مستنيين انه عايزين يبدأوا باسم كبير ومنصب كبير، وده ما بيحصلش يعني، كل حاجة بتيجي واحدة واحدة وبالسعي وبالإرادة. فعلا زي ما بتقولي كده ندى، شباب كتير متخيل ان هو انتهى من مرحلة الدراسة الجامعية خلاص كده انا بقى ايه، بقيت باشا وهحط رجل على رجل واقعد في المكاتب المكيفة. لا خالص، انا في اعتقادي الشخصي ان انت بداية تخرجك وانتهاء المرحلة الجامعية هي بداية الكفاح الحقيقي. انت كده خلاص، انت كده خلاص بقيت راجل بصحيح، وبقى في ايدك مؤهلك، والفترة اللي فاتت دي كان بتبقى أسرتك، والدك أو العائل ليك، أو أنت لو بتساعد نفسك ببعض المهن البسيطة عشان تجني بيها بعض الخبرة، ده كله كان أنت يعني معول، أو حد بيعولك، أو حد بيصرف عليك، أو حد بيساعدك، أو حد بيسندك، أو حد ماديا ومعنويا بيدعمك. إنما بداية ما تخرجت من الكلية أنت بدأت قصة كفاحك الحقيقية في الحياة، فلازم لازم ضروري تكون جاهز لقصة الكفاح دي. فعلا يا محمد عندك حق جدا، وخصوصا ان الدكتور ابراهيم الفقي كان شاب واعي ومثقف ومكافح جدا، وقدر يحقق احلامه وطموحاته في فتره قصيره، فتره شبابه، وكان شايف بكره بعين نجاح، كان مستعد ان هو يبذل قصارى جهده ويعمل حاجات كتير قوي عشان يحقق اهدافه وطموحاته.
ويمكن في مقولة بقولها دايما، مقولة بقولها دايما، النجاح طريق من الكفاح لا ينتهي. أقولها تاني، النجاح طريق من الكفاح لا ينتهي. اوعى تكون متخيل ان انت خلاص انا نجحت ووصلت لاهدافي، خلاص كده انا وصلت للقمة. لا 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 لا، الموضوع مش كده. الناجح الحقيقي بيفضل طول عمره يتعب ويجاهد ويبذل مجهود كبير. مظبوط. وكمان بداية دكتور ابراهيم الفقي اللي احنا بنتكلم عنها من اول الحلقة ما طولتش، يعني قدر في وقت قصير ان هو يكون فعلا يحقق حلمه من صغره ويكون مدير اكبر الفنادق في كندا، وده كان في وقت قصير جدا يعني. وده يشجع اي شاب على انه في امل، انه مش شرط ان انت عشان تبدا حياتك هتطول وهتقعد سنين، لا انت مجرد ما بتسعى ممكن تلاقي في فتره صغيره حققت نفسك وذاتك وبقيت شخصيه ناجحه. اتفضلي. والحقيقه ان الدكتور ابراهيم الفقي ما استكفاش بس بالنجاح اللي حققه على مدار حياته، بدا ينقل كمان تجربته وخبرته في الحياه من خلال الكتابه، وبدا بالكتابه في مجالات الاداره والتسويق والمبيعات. ومش بس كده، اخذ وقت كتير وطويل في الدراسه والكتابه في مجالات العلوم الانسانيه، ودرس كمان علوم ما وراء الطبيعه اللي بتسمى بالميتافيزيكا. ميتافيزيقا. وتيجي هنا بقى يعني في قصة إبراهيم الفقي أو قصة أستاذي ومعلمي الأستاذ الدكتور إبراهيم الفقي، تيجي نقطة مهمة جدا اللي هي وضوح الرؤية. هو كان عارف بالظبط هو رايح فين، وهو كان عارف بالظبط هو رايح كندا ليه، كان عارف بالظبط كل خطوة بيخطوها. اللي يخلي واحد في منصب في فندق كبير في اسكندرية في مصر يسيب الدنيا دي كلها وياخد زوجته ويبقى معاه طفلتين صغيرين ويروح كندا في دولة تانية، وكندا معروفة ان هي يعني تلج ساقعة جدا، وفي جزء كبير من كندا بيتكلم فرنساوي مش بس انجليش، فان هو ياخد خطوة زي دي، لا 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 لا، هو كان عارف بالظبط هو رايح فين، مش على حسب الريح ما يودي الريح، لا 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 خالص، لا كان عارف. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث شريف صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يكن أحدكم إمعة يقول إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أساءوا أسأت. طبعا ده يثبت لنا أن عشان تنجح لازم يكون عندك ثقة بنفسك ويقين في حلمك، وتشيل كلمة مستحيل والطاقة السلبية والأفكار السلبية من دماغك علشان تقدر أنك تحقق أحلامك. وكمان دكتور إبراهيم الفقي حصل على أكتر من درجة في الدكتوراه والماجستير. يسرى، يعني عايزك تكلمينا عن بداية دكتور إبراهيم الفقي لما بدأ يرجع بقى مصر هنا. الحقيقة أن دكتور إبراهيم الفقي رجع ببداية قوية جداً. ابتدى بجولاته المكوكية ولقاءاته ومحاضراته في مصر والوطن العربي، وتعاون مع عدة شخصيات مرموقة في عدة دول عربية، وكمان أسس شركات متخصصة في مجال الموارد البشرية. والحقيقة الدكتور إبراهيم الفقي أثر في شريحة كبيرة قوي من الناس، مش بس الشباب، لا الأطفال كمان وكبار السن. فعلا بعد الخبرات المتميزة في العلوم الحديثة اللي وصلها دكتور إبراهيم الفقي الله يرحمه، ووصل لأعلى الدرجات، يعني كان معاه درجتين دكتوراه وكذا درجة ماجستير، وتعلم علوم كتير ومقارنة الأديان، بدأ بقى مرحلة جديدة في حياته لما رجع هنا، وهي مرحلة العرفان بالجميل. إن أنت بعد ما الأرض الطيبة اللي أنت ترعرعت ونشأت على أرضها اللي هي مصر أم الدنيا، بعد المرحلة دي وسافرت كندا وحصلت على تلك المعارف والعلوم الحديثة، لا بدأت مرحلة جديدة وهي مرحلة العرفان بالجميل. ورجع مصر وبدأ ينشر العلوم الحديثة اللي في مجال العلوم الإنسانية، وبدأ يعني ينشر، وبدأت ساعتها مع دكتور إبراهيم الفقي الناس تعرف يعني إيه تنمية بشرية. وبعض الناس بتقول لك إن التنمية البشرية دي كلام في الهوى، ده الناس عماله تقول يا عم شعارات وحاجات، يعني انا لو قعدت اركز قوي مع حاجه وافكر فيها قوي هتتحقق. ايوه هتتحقق، بس لازم تسعى لها، ما ينفعش تنام وتشد البطانيه وتقول لي هفكر في حاجه وهتتحقق. فلازم زي ما بيكون فكره، لازم الفكره دي نضعها في الفعل، لان الفكره بتكتسب قيمتها الحقيقيه
لما بنحطها في الفعل. فطبعا كانت مرحله مهمه جدا في حياه دكتور ابراهيم الفقي، ورجع مش بس لمصر، لا بدا يعمل تشبيكات ويعمل تعاون مع بعض الشخصيات والكثير من الشخصيات القيمه في دول عربيه اخرى، في دول الخليج وفي بعض الدول العربيه، وسافر بعض الدول في مجهود تطوعي في قمه في الروعه والرقي. ويمكن يعني انت يا ندى من الشخصيات اللي دكتور ابراهيم الفقي اثر فيكي تاثير خاص، يعني كنت بسمع له كتير، ويعني وبيدي اي انسان بيسمع او بيقرا كلام دكتور ابراهيم الفقي او مقولاته لازم يعني تلقائي كده بيجي لك طاقه ايجابيه واقبال على انك يعني على الحياه. وكان مشهور بابتسامته، وكان جدا. ويمكن انا شايفه كمان يا محمد ان الشباب دلوقتي مش زي الاول، بقوا مهتمين جدا بفكره التنميه البشريه، وخصوصا ان هم بداوا يرجعوا ويقروا في كتب دكتور ابراهيم، وبداوا قد ايه يحسوا ان ده شخص عظيم عمره ما هيتكرر تاني ابدا. يعني طب مين فيكم عنده خلفيه عن كتب ابراهيم الدكتور ابراهيم الفقي؟ يقول لنا. كان يمكن عنده كتب مهمه جدا، اشهرها كان بيتكلم في كتاب عن مفاتيح النجاح، وقد ايه لما الشخص يقرا الكتاب ده يعرف قد ايه ان النجاح مش صعب، بس عايز خطه وعايز رؤيه وعايز مجهود وعايز تعب. لان انت زي ما بقوله بكرر تاني، الفكره تكتسب قيمتها الحقيقيه لما نضعها في الفعل. لان في فرق بين الخطة وبين الهدف وبين الأوهام. الكثير والكثير من شبابنا دلوقتي بيعيش أوهام، بمعنى كلمة حقيقي. أوهام. وتعالي أقول لك يا ندى يعني إيه وهم. عارفة يعني إيه وهم يا يسرى؟ هو الوهم يعني شيء قليل من الحقيقة اختلط بالكثير من الخيال. تقول لك أنا عايز أعمل، وعايز أعمل أكبر شركة في العالم، وعايز أعمل مش عارف إيه. لا، اقول لك لا، انت لازم اما تحط هدف يبقى سمارت. يعني ايه سمارت؟ سمارت اس ام اي ار تي. اس يعني سبيسيفيك، محدد. ام يعني ميجرابل، يعني قابل للقياس. يعني انا هعمل كده، يعني هقرا مثلا 5 كتب، الكتب دي هبدا اعمل لهم ملخصات، هعمل فيهم ابحاث علميه، هنشر فلازم يبقى ميجرابل، قابل للقياس. ايه اشيفابل، لازم يكون قابل للتحقق. ما تقوليش انا عندي خطه يا محمد يا نجم خلال سنه اعمل مكوك فضاء اسافر بيه القمر وانا لوحدي. طب هل ينفع؟ وانا ما عنديش ماده خام اصلا اشتغل عليها علشان احقق ده، يعني بتكلم وخلاص من الاخر. بالظبط، بيقول لك اوهام. عايش في ايه؟ عايش في الوهم. فقلنا تالت حاجه ايه اللي هي اشيفابل. ار ريلابل يعني قابل للتحقق، يعني ينفع يتحقق. التي بقى لازم يكون في تايمينج في الموضوع، لازم يكون في اطار زمني. هو التايمينج ده اهم حاجه والله يا محمد، يعني ده يعني ممكن في وقت صغير تقدر تعمل حاجه عظيمه، ويعني والوقت يعدي شويه خلاص ما تكونش نافعه. يعني هو الوقت اهم حاجه بصراحه في تحقيق الهدف بالذات، وتنظيم وقتك طبعاً. وان انت تحط خطه كده، هو انا طبعاً. النهارده هعمل كذا، بعد اسبوع هعمل كذا طبعاً. بعد شهر هعمل. والخطه يبقى في خطه تنفيذيه تكتيكيه كده قصيره المدى، ويبقى عندك بقى رؤيه بعيده المدى. انا بعد يعني مش عارف اقول ولا لا بقى، انا مثلا وانا عندي 25 سنه بدات احط لنفسي يعني رؤيه بعيده المدى ل 25 سنه في حياتي. هتضحكوا عليا بس ده اللي حصل فعلا. انا قلت من 30 ل 40، انا سني 37 وكسور، قلت من 30 ل 40 making business and gaining money، اعمل بيزنس واكسب فلوس، لان انا زوج ومسؤول وعندي 3 اطفال، فيعني واجب عليا ان انا لازم اامن لهم مستقبلهم. فمن 30 ل 40 making business and gaining money، من 40 ل 50 اشتغل في الميديا وفي التمثيل تحديدا. انا قلت لنفسي ورؤية ان انا لما اوصل 40، انا شايف ان انا وانا دلوقتي داخل على 38، دي كلها preparation او اعداد لنفسي ان انا اكون اعلامي من افضل الاعلاميين في مصر والشرق الاوسط والعالم. والحقيقة ان انت قدرت تحقق ده فعلا. قدرت ايه؟ بنبدأ لسه. لا بس بداية قوية جدا والله، واكيد بجد ليك مستقبل مشرق جدا يعني. تسلميلي. طب يسرى، بمناسبة بقى البداية، انا عايزك تكلميني عن تجربتك في تأملات انسانية. ايه اللي دفعك ان انت تنضمي للبرنامج معانا؟ ويعني ايه تجربتك؟ يعني كلميني عنها بمنتهى الصراحة.
بصراحه ان انا من وانا في كليتي كنت حابه جدا ان انا اكون مذيعه، او ان انا حتى يتيح لي الفرصه ان انا يعني اطلع بالموهبه اللي انا بحبها. وفعلا انت يا محمد من الناس اللي شجعتني على ده جدا، وقد ايه لقيت لا ده انا بحبط خالص يعني لقيت سبورتنج لقيت كده. طبعا بجد انت من اكتر الناس، بجد محمد من اكتر الناس اللي شجعتني وكانت بتديني سبورت وكانت بتقف جنبي وبيساعدني بصراحه جدا ان انا فعلا اطلع الحاجات اللي انا عايزاها، واني لسه دي اول ستيب ليا ان انا طبعا ابقى مذيعه. بس فعلا انا بشكرك جدا على وكانت ستيب موفقه الحمد لله. وكان حضورك معانا كان حضور مميز طبعاً. والعرفان بالجميل من شيم الكرام طبعا، العرفان بالجميل من شيم الكرام. وانا ما بتكلمش عن نفسي، انا بتكلم على الحاضره الغائبه الدكتوره مروه محمد كمال اللي كان ليها دور كبير جدا، وباكدها واكدتها في كذا حلقه، كان ليها دور كبير جدا معانا في تاملات انسانيه. وهي صراحه كانت بترعى الزميلات وكانت بتعاملهم كاخت ليهم، ويعني بقول لها الشكر من على الهواء مباشره مليون سلام وتحيه دكتور مروه. فعلا بنشكرها جدا. ودكتور مروه احنا مش بالنسبه لها طلاب بس، احنا فعلا كنا بناتها واكثر من اخواتها يعني بقى. احنا بجد بناتها إخوات. هي كانت بتخاف علينا جدا اخوات بقى عشان ما تزعلش مش عايزين نكبرها. طيب ندى برضو كان ليكي اخر حلقه ليكم معانا، لان الحلقه الجايه معانا اربع زميلات تاني في الفقره الاولى اتنين وفي الفقره الثانيه اتنين، فكلميني عن تجربتك في تاملات انسانيه. يعني هي تأملات إنسانية كانت فرصة بالنسبة لي إن أنا أحقق حلمي، إن أنا برضو دخلت كلية إعلام، مش دخلها مجرد مش صدفة يعني، أنا ده كان حلم عايزة أحققه، وبعد ما أدخل الكلية عايزة أكمل، مش خلاص اتخرجت فقف، لأ عايزة أكمل. فالفرصة دي جات لي من خلال البرنامج، ويعني كنت سعيدة بالمشاركة فيه وبالتعاون، ويعني كل الناس اللي هنا متعاونين، وحضرتك طبعا بتشجعنا دايما وبتطمننا، يعني ما بيبقاش فيه توتر أو حاجة. ويعني ليه صديق اسمه أستاذ أحمد محروس يعني، وهو ضيف معنا في الحلقة الجاية يستعرض روايته، ونبارك له على الهوا هو قبل الحلقة الجاية بنبارك له على روايته الجديدة، وهي بتتناول الجانب أو مساوئ الوجود العثماني في مصر. فأستاذ أحمد محروس هو أخ عزيز ومستشار قانوني ورجل أعمال محترم، فبيقول لي أحمد يا محمد يا نجم أنت فيك ميزة جميلة جدا، إن أنت ما بتستأثرش بالنجاح لنفسك بس، أنت بتبقى عايز تنجح التيم كله، بتبقى عايز تنجح كل الفريق اللي معاك. ودي حقيقة، ما هو نجاحي ونجاح المجموعة اللي معايا هو نجاحنا طبعاً. هو نجاح اسم طبعاً. تأملات إنسانية لما تكون طبعاً. الروح حلوة بيبان على الشغل وبيبان على فعلا دي أكتر حاجة حلوة في تأملات إنسانية، الروح، وان كل الناس بتحب الخير لبعض. الزميلات بيبقوا جايين مطمئنين على نفسهم جداً. حتى الاهالي اولياء الامور طبعاً. باباكي خطيبك بيبقى طبعاً. جاي بتحس ان انت في وسط اسرتك بالظبط، بتحس ان انت قاعد مع اخواتك بمعنى الكلمه. فطبعا احنا لينا الشرف بالمجموعه الجميله اللي كانت معانا في الموسم الخامس، واسمحوا لي يعني في ختام الحلقه، حلقه جميله جدا انا جداً. مستمتع جدا بيها. اسمحوا لي في ختام الحلقه افكركم وافكر نفسي ببدايه تاملات انسانيه. تاملات انسانيه هو ايه؟ تأملات إنسانية هو مشروع أدبي إعلامي يتعمق في فهم وتهذيب النفس البشرية. مشروع أدبي لأنه بدأ بسلسلة مقالات كان لي الشرف إن أنا كتبتها ونشرت في عدة جرائد مطبوعة وإلكترونية. إعلامي لأنه بعد كده تحول لبرنامج تلفزيوني عملنا منه خمس مواسم. الموسم الأول كان تجربة متواضعة جدا وعملنا حلقتين ثلاثة، والحلقه والموسم الاول زي ما قلت لكم كان تجربه متواضعه وما طولناش، لان القناه اللي كنا معاها صراحه تكنيكال وفنيا بدون ذكر اسماء، وهي اتقفلت دلوقتي اصلا بدون ذكر اسماء، كان التيم كان لا يساعد على النجاح، فما كملتش. انا قلت اعمل حلقتين واسكت احسن ما اعمل 10 حلقات وافشل. فقعدت شهور وشهور اقيم في التجربه، وكل يوم اروح من شغلي اتفرج على حلقات وفندها واتفرج واسمع كل كلمه، ومعايا الورقه والقلم، وضروري جدا الورقه والقلم تبقى معاك وتدون ملاحظاتك في الجانب المهني، وانا بعتبر الجانب المهني في مجال الاعلام هو مستقبلي الفتره الجايه. فكل يوم كنت ابدا ادون واتكلم لغايه ما بدانا الموسم الثاني بعنوان كنا بنتكلم في الموسم الثاني بعنوان الموسم الثاني كان موضوعه التعايش بين البشر فسميناه في وسط الناس. الموسم الثالث كان بعنوان بيت العيله،
كنا بنتكلم في نطاق الأسرة والعيلة والتعايش، والموسم الرابع كان بعنوان الأسرة أو كان بعنوان المرأة المصرية، واتكلمنا عن مواضيع مهمة زي تأخر سن الزواج، اتكلمنا عن التحرش الإلكتروني، عن المرأة في السياسة في مصر، والموسم الخامس اللي احنا شغالين فيه حاليا عمار يا مصر، وتناولنا فيه العديد والعديد من النماذج الإيجابية الملهمة. بشكر جدا فريق عمل قناة الصحة والجمال، الفريق المحترم اللي يساعد على النجاح، فعلا يساعد على النجاح، وبشكر رئيس القناة الأخ المحترم الأستاذ عبد الحميد توفوق، وبشكر زميلاتي اللي نوروني في حلقة النهاردة. شكرا. وانتظرونا في الحلقة الأخيرة من تأملات إنسانية الموسم الخامس يوم الجمعة القادمة 4 سبتمبر 2020. أترككم في رعاية الله وأمنه.